باسم صفا عمرو، باسم كل رجالات صفا عمرو، احيي هذا التجمع النسائي الغير مسبوق في تاريخ صفا عمرو. أحييكم أخوتي وأخواتي، أحييكم أبناء بلدي في كل مكان، في كل شارع وفي كل زقاق، أحييكم في كل حارات شفا عمرو وأحيائها، أحييكم وأحيي هذا المدد الإنساني، هذا المدد البشري الذي جاء ليقول نحن مع وحدة شفا عمرو، نحن مع عزة شفا عمرو، نحن مع كرامة شفا عمرو، نحن مع تقدم شفا عمرو، نحن مع ناهض خازن، لأنه الضمان، لأنه الضمان والشبابية والنظافة والأخوة لمستقبل هذا البلد. اليوم تنتهي حملتنا الانتخابية، ولن أقول معركة ولا حرب، لأننا تركنا المعارك لغيرنا، ولأننا نؤمن بثقافة الناخب الشفا عمري وقدرته على التمييز بين هذا وذاك. أقولها وبتواضع شديد، أننا لم ندع يوما أننا أنجزنا كل ما نصبو إليه، إنما الكمال لله، وإن بناء البلد لا يتم في سنة ولا سنتين ولا خمس، هذه بلد بنيت خلال آلاف السنين، وما نحن إلا مستمرون في بناء هذا الصرح العمراني، هذا البلد المتميز بأهله، بناسه، بقدراته، بطاقاته البشرية قبل أي شيء. إخواني وأخواتي، إن المتفرج ولاعب الاحتياط لا يخطئ، بل يتحدث وينثر ويضلل بكثير من الأحيان. بشكل واضح إنجازاتنا حقيقية وواضحة في مختلف المجالات، في التعليم، في الثقافة، في الشباب، في النساء، في البنى التحتية، في عصرانة هذه المدينة. ومع ذلك يصر البعض على عدم رؤية ما قمنا به. وفي منهن بحبوا الشعر والأدب، عشان هيك اخترت لهن بيت لأبو الطيب المتنبي اللي بقول فيه: فمن يكذا فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. يعني بدي اقولكم بشكل بسيط، انا مش مشكلتي اذا كان البعض متذوق، يعني بدوش يتذوق الحلاوة،
يعني بيستطعمش بالكنافة والشوكولاتة. برفض حلاوتها. بس العيب مش فينا. العيب فيكم انتو. في اذواقكم. في عدائكم. في حقدكم. في حسدكم. في رفضكم رؤية الواقع. المشكلة مش عندنا. امير الشعراء احمد شوقي. عشان اللي بيحبوا الشعر. بقول عم انا بحب الشعر شو المشكلة يعني. وما ضر الورود وما عليها اذا المسموم لم يطعم شذاها. مش مشكلتنا احنا. للزكم هاي مشكلته. ما هو في مرشح وفي مرشح. في مرشح احنا مرشحين ابو سعيد. مزكمين يعني. وهدول لما يزكموا ولما يرشحوا ببطلوا يميزوا. عشان هيك بيضللوا. يعني انا بعطيكم اكم مثال. اكم مثال للتضليل. واكم مثال لعدم المسؤولية. والكذب. بشكر اهالي وعر الجروس على باقة الورد. يعني اخواننا من وعر الجروس تحبسوا. كان في عندهم مشاكل كبيرة. مشاكل مستعصية من 17 سنة. اجينا وقدمنا الخارطة من ضمن خرائط لكل احياء شفا عامر. يا جماعة صاروا يقولوا لي لو انه ضلينا على الحبس اهولنا. يعني الجماعة صارت وفود التضليل تروح وتيجي. مش مصدقين. جيبوا لنا ورقة. هدول بيكذبوا عليكم. طيب اذا انتوا بتكذبوا عليهم احنا لا. احنا ما تعودناش نكذب على الناس. ما تعودناش نضلل الناس. جبنا لهم الورقة. سكتوا وما عدناش شفنا خلقاتهم. قصائم البناء بفكروا انه لقيت التجربة الادارية وللتضليل والتعتيم انه قصائم البناء بكبسة زر. بيعرفوش انه بدها تعب وبدها شغل وبدها زيارات لوزارات وبدك بكتير حالات تترجى وتراضي عشان اولاد بلدك. وبيهمنيش. فيش قصائم للازواج الشاكين. قلنا لهم في يا عمي. لا فيش. وصار كل واحد بان التلج وبصر شو المرج وكل يوم يطلعوا لنا فضية. بان المرج بعد ما داب التلج وجبنا المستند اللي بيقول ووزعناه على كل وسائل الاعلام. بشرى لاهالي شفا عمر. توزيع 2000 وحدة سكن. على 2000 عائلة شفا عمرية. على 2000 بيت للازواج الشابة. في مبالغ لا تذكر نسبة للي بياخذوها اليوم. وجبنا لهم الورقة وسكتوا. شو قلت ابو عرسان؟ زي اهل الكهف؟ زي اهل الكهف. سكتوا الجماعة. طيب انا اليوم بدي اسكتهم كمان مرة. بدي اسكتهم كمان مرة. متذكرين ضرب الاديان؟ وين ضرب الاديان؟ وين المناقصة؟ طيب بقولكم هياتوا المستند. المناقصة طلعت في 17/10. ورايحين رايحين نصوركم اياها. عم تتوزع في مئات والاف النسخ.
عشان يسدوا سكوت أهل الكهف ويناموا. إحنا ما بنكذب على الناس، إحنا ما بنكذب على الناس ولا منضلل الناس. إحنا كلامنا وعد وعهد، كلامنا من أجل شفاء عمرو ووحدة شفاء عمرو وتقدم شفاء عمرو. توزعوش بعدين بتوزعوها يا شباب. ضرب الأديان، ايش يعني هذا المناقصة عشان تكونوا عارفين؟ هذه مناقصة بقيمة 11 مليون شيكل من ضمن حوالي 30 مليون شيكل لترميم البلدة القديمة، السوق القديم. اخواني انا مرات انا بفوت خصوصي على السوق عشان اشم ريحة السوق القديم، عشان اتذكر ابو ابراهيم السنجر الله يرحمه. عشان اشوف عمي ابو غسان الله يطول بعمره. عشان اشوف انيسي، بحب الانيسي انا. كنا في عيد في قاصر البيت نروح نشتري البيض من عند انيسي، واحسن بيت كان عند انيسي. تحية لانيسي. قضايا التعليم اخواني انا بدي اقول لكم ايش بيرفع الراس، بيرفع راس كل شفاء عمري البروفيسور زاهر عسام اخوي صديقي موجود هون. زاهر من بين 62 طالب في المجتمع العربي قبلوا للطب في ارقى واعلى جامعات البلاد، 9 من شفاء عمرو. نسبتنا حوالي 2-2.5% مزبوطة أبو السعيد؟ مجموع السكان، مجموع السكان، ولكن من مجموع الطلاب اللي قبلوا للطب 15%. هذا ناتج 4 سنين الأخرانيات، هذا ناتج للامتيازات، للامتياز في المدارس الابتدائية والإعدادية، في المراتب الأولى على اللواء، المحل الأول والثاني على مستوى الدولي، في المشروع التكنولوجي استثماري لكل تلميذ، 30% ارتفاع في نسبة النجاح بالبكروت. اللي بده يضلل واللي مش فاهم يحسب، هاي مشكلته، هاي مش مشكلتي. كمان مرة بنرجع لأبو المتنبي، لأبو الطيب المتنبي. البنى التحتية يا عمي، اللي مش عارف شو اللي انعمل بشو عامر بالخمس سنوات الأخيرة، في ناس الظاهرة بتطلعش من جحورها، بدها تشوف الواقع. كونوا في كل أحياء شفاء عمرو، وأنا بتحدى، وأنا قلت إنه أنا مستعد أمشيه بسيارتي، والغدا حسابي مش حساب البلدية. بنى تحتية 10 مليون شيكل في النيكوز، اتفاق مع اتحاد المياه 100 مليون شيكل خلال 5 سنوات لتغيير شبكات المياه والصرف الصحي، 100 مليون شيكل لتغيير خط المجاري وبناء خط جديد، شوارع في البلد، مداخل البلد، مش بالصدفة شفا عمر بهاي المداخل، مش بالصدفة شفا عمر في عنده 4 مداخل، شارع شفا عمر الناصري، مش بالصدفة شفا عمر مدخلها الشرقي هيك، ولا مدخل شفا عمر ابلين، ولا المدخل الغربي. اخواني اللي كانوا نايمين ولا بيفكروش، احنا اقنعنا الوزارات المختلفه
انه شفاعة عامر هي العاصمة المستقبلية للمجتمع العربي. بيحكوا كيف بدنا نبني. منبني من خلال اعداد خرائط تفصيلية وخرائط هيكلية في كل البلد. فوتنا شو عامر كنموذج بايلوت على مستوى الدولة. خلال 20 شهر بدال 20 سنة بكون لشفو عامل خرطة هيكلية. بكونش اي مشاكل. وبعد بوعدكو بعد 20 شهر رايحين نطالب بضم اراضي الى مستطاع شفاعة عامر. وبلشنا بالمشروع. وين بدها تروح اولادنا؟ عندنا ملكيتنا للاراضي. احنا بدنا نستردها. المنطقة الصناعية 16 مليون شيكل. بقولوا لك ما نعملش شيء، طيب تطلعش على التأمين الوطني يا اخي. بتروحش على شوارع الموجودة في المنطقة الصناعية. بتشوفش التطور الموجود غاد. بدك نظارات بنغير لك اياها. اللي بيروح على التأمين الوطني ما شافش الشارع جديد يعني؟ شو هذا يعني؟ عمين بتضللوا يعني؟ شو هالحكي هذا؟ عمين بتضحكوا يعني؟ شو هالاستخفاف المواطن الشفاعة عمري وذكائه؟ راح يقول كلمته يوم 3/22/10 راح يختار لبلده الانسان اللي بيمثله حق التمثيل، الانسان اللي جاي يخدمه مش جاي يتحكم في رقاب العباد، الانسان اللي جاي يخدم مش يخدم، الانسان اللي عنده القدرات والطاقات المهنيه على بناء استراتيجيات. ولاول مره وانا بتحدى اذا في بلد خلال 5 سنوات تم بناء استراتيجي زي ما صار بشو عامر. اتحدى. ايش بتفهموا بالاداره؟ القضايا مش قضيه شعر ولا قضيه شعارات ولا قضيه مصاري اساسيه. اللي مفكر حاله طالع يسرق البلديه خسر. شو عامر مش رايح تعطي الا للانسان الامين على صانع البلد. حافظت على اموالكم، على مقدرات هذا الشعب، على مقدرات هذا البلد. كنت الخادم الامين لهذا البلد. وهذا واجب اتجاه بلدي واتجاه ابناء بلدي. شبابنا عماد هذا المجتمع، العمود الفقري لهذا المجتمع. بتغنوا بالشباب وسكروا المركز الجماهيري. دموع التماسيح بيبكوا. دموع التماسيح انتوا سكرتوا، احنا فتحنا وضوينا وسلكنا طرق وفتحنا نوادي في كل انحاء المدينه لمصلحه شبابنا، لايجاد اماكن لقضاء اوقات الفراغ، ايجاد اطر لشبابنا. احنا بيهمنا الشاب الشفاعة عمري والشاب الشفاعة عمري. هدول امانه في اعماقنا. بيستغلوهم في كتير حالات، بيضللوهم. دعمنا الرياضة بمئات الاف الشواكل كل سنة،
فريق شفعمر بعد ما كان فريق شلومي صار فريق شفعمر، وكله من ابناء شفعمر، كل اللاعبين من ابناء شفعمر. اخواني قضية الشباب اللي هن عماد هذا المجتمع وعماد هذا الشعب، مش شعر ولا انشاء، هذا عمل مضني، هذا بناء مستقبل، هذا اساس، هذا اساس عميق لبناء المجتمع. زي ما قال اخوي ابو السعيد، احنا بنينا الاسس، بنينا اساس البيت، العمدان بدنا نصب السيف، اساس نبني مجتمع صالح، مجتمع سليم، مجتمع مبني على الاخوه، على الوحده، وحده هذه البلد. العم ابو احسان كان وحكى اخواني قضيه رئاسه بلديه شفا عمرو في هذا النسيج، حمايه نسيج البلد، هذه اللوحه الجميله اللي الله انعم علينا فيها، احنا لازم نحافظ عليها. اللوحه الجميله لشفا عمرو بدها رسام ماهر، ممنوع تخربش، ممنوع تخربش، ممنوع نوعد اثنين قائم بالاعمال. انا بقول جيريس حنا قائم بالاعمال واحد. ولا خمس سنين كل هناك ابو احسان العمود العشر اجريات رئاسي مع قائم بعمل، ايش احكي على خمسه؟ اخواني البلد اماني، بلدنا غالي، البلد مع مايد خازم وشركائه بامان. يعني بدنا نواصل المشوار من اجل مصلحة هذا البلد، من اجل مصلحة شفا عمرو العليا، من اجل التحليق، لنواصل التحليق، نواصل مسيرة التطوير والعصرنة، مسيرة الاستثمار في الانسان، الانسان الشفا عمري. وبالاول ان نستثمر في العائلة الشفا عمرية في هذه اللوحة الجميلة التي اراها امامي، لكي تبقى شفا عمرو موحدة متطورة طموحة إلى المزيد من التطور. وبعون الله وبعونكم نحافظ على شفا عمرو أسرة واحدة متحابة. إخواني أنا أرى الجماهير الشفا عمرية هنا، الجماهير الشفا عمرية هي القوة الحقيقية، السلطة بغير الجماهير هي مجرد تسلط معادي لجوهر الحقيقة ومعادي لكل ما يؤمن به نهضة. احنا بنحكي على النصر، النصر هو حركة، والحركة هي عمل، والعمل هو فكر، والفكر هو فهم وإيمان، وهذا يبدأ كل شيء ويبدأ بالإنسان. إخوتي أخواتي أقولها وبقلب مفعم بالإيمان وبنظافة اليدين، وبنظافة اليدين
وبمحبة هذا البلد وبانتماء شديد لهذا البلد أقولها وبشكل واضح، نحن لا نخاف إلا الله ونحن أقوياء بالله. ولهذا أقول اللهم أعطنا القوة لندرك أن الخائفين لا يصنعون والضعفاء لا يصنعون الكرامة والمضللين لا تقوى يدهم على البناء. إخوتي وأخواتي، أيها جماهير الشفا عمرية في كل مكان، أيها الجامع الغفير، أيها البحر الهادر بالانتماء لبلده، بمحبته لمجتمعه، بحفاظه على مدينتنا الغالية الغالية لكل أهلها، أقول بعون الله وعونكم أيها الجماهير سنصنع النصر في 22/10 يوم الثلاثاء لنحافظ على هذا البلد أيقونة في قلب مجتمعنا الضابط، أيقونة محافظا عليها في قلب شعبنا في قلب مجتمعنا. دمتم ودامت شفا عمرو موحدة، دامت شفا عمرو لكل أهلها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبيد